السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سوف نبدأ هذا الفيديو بشرح الفوناتكس والفونولوجي. بالنسبة لتعريف الفوناتكس، مثل ما نشوف أمامنا، the study of how speech sounds are made, transmitted and received. It requires a source of data, human with vocal organs. يا أخوان، من أقول فوناتكس تشديد على النه، فوناتكس يا أخوان، كلمة فوناتكس بمعنى العلم الذي يدرس الصوت وخصائصه وشلون يتكون هذا الصوت. أعضاء النطق اللي هي اللسان والشفاه والسوفت بالات، هاي المناطق شلون تشتغل حتى تنتج هذا الصوت. السيارة شلون تطلع تشتغل على مود تتحرك، سيارتي تريد تتحرك، شلون تتحرك، شلون تمشي، حركة مالتها شنو، صفاتها، الحركة مالتها. هذا اللي أنا أسميه بعلم الفوناتكس، أعضاء النطق شلون تتحرك، شلون تنتج هذا الصوت، شلون يتكون هذا الصوت. هذا كليته ما أسميه بعلم الفوناتكس. This person's particular language pack is not certainly strictly irrelevant. طبعا الفوناتكس هو بنفس الشيء تقريبا، هو نكون جنرال عام، لان انا هسه من اقول صوت النه هو نيزل، حتى ان باللغه الانجليزيه هو نيزل، وحتى ان بمعنى ان نظام السياره هو نفس السيارات، كلهن عندهن اربع تيارات ويمشين. هذا اللي انا اسميه بعلم الفوناتكس، سواء إذا كانت السيارة جديدة، قديمة، نوعيتها تويوتا، تسلا، وإلى آخره. طيب، الآن أجي إلى علم الفونولوجي. طبعاً تعريف الفونولوجي: It is a primary aim to discover the principles that govern a way sound that organized. نركز على كلمة organized يا أخوان. الآن أنا عندي هاي السيارة، وقلنا شلون تتحرك. الآن نظام السيارة، النظام الكهربائي مالتها، النظام اللي يخليها تشتغل، هو علم الفونولوجي. يعني علم الفونولوجي يا أخوان هو النظام الذي ينظم أو يوزع الأصوات، اللي هو مثلا التنغيم، التشديد، من هذه الأمور كلها نسميها بعلم الفونولوجي. يعني فوناتكس شلون أعضاء النطق تنتج، فونولوجي النظام والقواعد والرولز اللي هي تخص الصوت. السؤال عندي ت وعندي د، هذن الأصوات توقفيات، يتوقف الهواء عند ينطقها، هذا الحكي كليته هذا علم الفوناتكس. طيب انا لما اجي احكي عن الت واتعامل مع صوت الت، انه بشديد اشدد الت او اسوي له تنغيم، ارفع الصوت او اخفضه، او الت مرات يحذف صوت التي، بعض الكلمات يحذف، كل هاي القواعد مال يحذف وتنغيم، هذا سميه فونولوجي. وانا طيت مثال السياره لما تتحرك كحركه، هذا فونولوجي، من تشتغل من أعضاء النطق مالتها اللي هي قصدي التايرات، من تمشي وتحرك، هاي نسميه احنا الفوناتكس. اما السيارة النظام مالتها الكهربائي، شلون يشغلها السيارة، شلون يطفيها، النظام مالتها شلون متركبة، شو تسوي بالبداية، لازم تشغل شنو، تطفي شنو بالبداية، هذا النظام اللي يرتب السيارة، هذا اللي أسميه أنا بعلم الفونولوجي. وهنا أكو ملاحظة كلش مهمة، طبعا علم الفونولوجي يعتمد على اللغة، الفوناتكس صوت الناء هو أنفي، سواء إذا كان بالأسبان وبالإنجليزي وبالعربي هو هو. أما بعلم الفونولوجي فكل نظام، كل لغة لها نظام ولها قاعدة. A common methodology is to begin by analyzing individual language.
ليش individual language يعني لغة محددة؟ ليش to determine which sounds unit are used, how they pattern the language phonological structure. إذن قال لك إحنا يابا يعني لازم إحنا بهاي اللغة من نريد ندرس لازم نعرف شلون استخدموها النظام مالتها، لذلك قلت لكم هي حسب اللغة. يقول where phonetics are classified concerned with the physical natural of sounds, phonology deals with the way in which the sounds behave in language. شوف الفونولوجي يتعامل مع الأصوات مع الطريقة التي تتعامل معها، أما الفونيتكس فهي تهتم بالطريقة الحركية physical يعني حركة يعني الحركة الطبيعية لأعضاء النطق أو للأصوات، يعني شلون أعضاء النطق تحركت على ما تنتج هذا الصوت. طبعا يعني هذا الملخص النهائي للتعريفين، هذا حفظ study of the possible sounds، هذا تعريف الفونيتكس تعريف الفونولوجي، وهذا ايضا ما اعرف ليش مكررات هواي، هذا تعريف الفونولوجي اعتقد هذا الاخير افضل the study of the systems and pattern of speech sounds in language the smallest meaning distinguishing sounds unit in the abstract representation. طيب الان احنا اخذنا تعريف الفونولوجي هذا، بصراحة اي تعريف صح مو مشكلة، ولكن لازم نقرأ يعني لازم ممكن يجينا قد يجينا سؤال عليه يعني ناخذ المعلومات الرئيسية مثل the study of all possible sounds، وأهم شيء نركز على الفونولوجي عندنا systematically organized، عندنا هنا مثلا شوف شي يقول لي system، هاي الكلمة دليل على أن علم الفونولوجي يتكلم عن نظام الأصوات ولا يتكلم عن الأصوات بس. الآن ننتقل إلى شيء يسمى بالفونيم. ما هو الفونيم؟ الفونيم هو أصغر وحدة smallest meaning distinguishing أصغر وحدة صوتية التي قادرة على تمييز المعنى وتغيير المعنى. And the abstract representation of the sounds of language. في أي لغة في أي كلمة أو في أي مكان في أي بيئة بالكلام باللغة. طيب شنو معنى هذا الكلام؟ طيب الآن أول شغلة إحنا لازم نعرف أن الفونيم معناه هو الصوت، والفونيم يختلف عن الأحرف، أي أن الأحرف عددها 26 باللغة الإنجليزية، أما في اللغة العربية فعدد الأحرف 28، وعدد الأصوات في اللغة العربية 38. 38 أما عدد الأصوات في اللغة الإنجليزية فهو 44، فالأصوات تختلف عن الأحرف وكل لغة ولها نظامها. طيب يقول هنا ممكن يجينا سؤال prove that phoneme is meaningful unit أو meaning unit sound unit. أثبت أنه يقول لي أثبت لي أنه الفونيم هو قادر على تغيير المعنى. نعم أكيد. أو هل الفونيم قادر على تغيير المعنى؟ نعم. الآن أنا عندي كلمة made لو غيرتها سويتها made غيرنا بدل الت د تغير المعنى، لذلك فإن الفونيم قادر على تغيير المعنى. طيب بينما نعم هسه راح ناخذ ان شاء الله نجي هسه على الفونيمز سوشيال بروبرتي اوف ساوند اتس فانكشن كونترا ستيفيتي كونتراستيفلي، يعني دائما الكلمه الصعبه نحاول نقطع كون تراس تيف لي. طيب in English two phonemes ف and ف، طينا كلمة أنا قال يابا عندك الف والف، لاحظ أنه فات وفات
اختلفت فاين وفاين. طيب يقول هنا اكو رول: if we substitute one sound for another in the word in a word and there is a change in meaning, then two sounds represent different phonemes. هاي الملاحظة جدا مهمة. يقول إذا استبدلنا صوت بصوت نكتشف أنه تغير المعنى، هذا دليل على أن الصوت قادر على تغيير المعنى. هذا هو السؤال، جواب السؤال اللي ممكن يجيني يقول لي هل لماذا فات أو لماذا أكو تناقض بين فات وبات، أو هل أن الفونيم قادر على تغيير المعنى. Is the phoneme able to change the meaning? طبعا هنا اكو جدول مهم صراحة، اذا الاستاذ مركز عليه ايضا راح اشرحه، اللي هو الفويس وبايليبيال وستوب، اللي هو مثل هذا، بس هذا شوية مو كلش واضح. يعني هنا دا ينطيك صفات الأصوات، يعني جماعة الستوب هذني وجماعة البايليبيال راح نشرحن إن شاء الله. طيب خوان هسه احنا عرفنا شنو الفوني، هو الصوت اللي موجود بأي لغة وقادر على تغيير المعنى. طيب شنو يعني الفونز؟ خوان الفونز هو الصوت اللي موجود واللي نسولفه. In the actual speech, many different versions of the abstract sound unit. إخوان، الفونيم هو صوت قادر على تغيير المعنى موجود في أي لغة. طيب ما هو الفون؟ الفون هو الصوت موجود بالهواء، الصوت اللي نسولفه، فون. كلام حكي، وهذا الصوت بس كلام، يعني احنا نسولف بس هواء، يعني ما انا مرتبط لا بلغة ولا له علاقة بالمعنى. زين العدو هو شنو هو؟ هو ماكو، هو اصلا لا شيء، هو عبارة عن الصوت اللي موجود بالكون، اي صوت موجود بالكون لا يرتبط بلغة ولا يرتبط بشيء معين، هو الصوت اللي موجود، صوت العصافير، صوت الحمام، صوت السيارة، صوت الطيارة، اي صوت يسمونه فون، اي صوت، يعني ضوضاء، حتى لو ماكو الا معنى هو يسمونه صوت فون. اما الفونيم فهو وحده صوتيه، شيء تابع للصوت، وكل لغه لها الفونيم. يعني هل يوجد لكل لغه فون؟ لا، الفون ما له علاقه باللغه، الفون هو الصوت بشكل عام. طيب زين، هسا احنا اخذنا الفونيم وقلنا يا بالفونيم هو شيء مرتبط باللغه وكل لغه لها صوت خاص به. بعدين أخذنا الألفون. الآن الألفون تعريفه مهم صراحة. الألفون يا أخوان هو عبارة عن نفس الصوت بس راح يتغير شوية نطق به. شايفين إحنا بالعربي لما نقول اللام الثقيلة واللام الخفيفة، اللام الثقيلة واللام الخفيفة، اللام القمرية واللام الشمسية، مرات يحذف الصوت. هسه هذه أنواع من الال هي تابعة لنفس الصوت، هذا هو اللي يسميه أني ألفون، هذا اللي إحنا نسميه ألفون. مرات يكون عندي أسبريشن ومرات ما يكون عندي أسبريشن. طبعا شنو يعني أسبريشن؟ معناها هو يعني انفجار دفعة من الهواء، خروج دفعة من الهواء. هسه أنا لو جيت على هالكلمة ستا، بس هنا تا تا تا، هنا عندي أسبريشن بهاي. شنو الفرق هنا التاء بهاي التاء؟ الفرق بالألفون، التاء الثقيلة والتاء الخفيفة، هذا اللي احنا نسميه الألفون. طبعا الألفون غير قادر على تغيير المعنى. هسه انا لو قلت فيل وفيل، لام ثقيلة لام خفيفة، هل تغير المعنى؟ لا، لم يتغير المعنى. هسه انا لو اجيت على كلمة stop، شوف هنا هاي التاء عادية وهاي التاء الثانية هاي بي اسبريشن، اله هنا معناها اكو اسبريشن. شنو يعني اسبريشن يا اخوان؟ خلي ايدك قدام your mouth،
قدام فمك، قدام فمك، in front of your mouth. وقول time 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 time. تحس اكو دفعة من الهواء، انفجار من الهواء يجي يلامس اصابعك. time time. بس من تقول stop stop ماكو. لذلك هذا هو الاسبريشن. هسه هي التيب الاولى والثانية يقول لك هنا، هذه وحدة اسبريشن وحدة نان اسبريتد. هاي شوف اسبريتد. لذلك هذا اللي احنا نسميه بالالفون، بالالفون. يقول هنا شوف هاي الملاحظة قلتها، اذا غيرنا الفونيم يتغير المعنى، اذا غيرنا الالفون المعنى نفس الشيء، the same meaning the same meaning. طيب الان هنا قال لي سين وسيد، سين ونيزلايد وسيد نورمالايز. بس انا عندي فتشي اسمه النيزلايد. النيزلايد هو بمعنى لما يجيني بهذا الشكل سين، يعني عله مع صوت نيزل انفي، فلذلك راح يسمونه نيزلايد. اعيد، لما يجيني صوت عله مع الان يصير صوت العله نيزلايد، لذلك يسمونه نيزل. صوت النا يعني انفي، ني يطلع الصوت يطلع من الانف، اما هذا الصوت فيكون عادي نورمال، لذلك نسميه نورمال اي اي. طيب ننتقل الان الى شيء اسمه مينيمال بيرز. اخوان هذا تعريف المينيمال بير، نحفظه نكتب ملاحظة. ما هي المينيمال بيرز؟ هي عبارة عن كلمتين متشابهة وتختلف في صوت واحد. بات وبات، سيت سايت سايد، كات كار، لا كات وكات ما ترهم عفوا، لأن وحدة صوتين ووحدة صوت واحد، وحدة صوتين ووحدة ثلاثة. إذن المينيمال بير هي عبارة عن كلمتين يتغير بهم صوت واحد فقط. طبعا هذا هو المينيمال بير. هسه احنا عندنا مينيمال سيتس اللي هي مجموعة كلمات متشابهة مع بعض وتختلف في صوت واحد. feet fit fat faith foot food. بس كل هذه الكلمات هي متشابهة والاختلاف يكون في صوت واحد وهو صوت العل. أنا عندي أيضا هاي الكلمات big و pig و rig و fig و dig و wig، هاي كلها متشابهة وتختلف في صوت واحد، لذلك سموها consonant minimal sets. minimal sets يعني minimal sets هي مجموعة كلمات، أما minimal pairs هي كلمتين. يقول they must have same number of sounds. ملاحظة كلش مهمة، ما نقدر نقول علي هذا minimal pair إلا يكون نفس العدد. لذلك أنا قبل شوي لما عندي كلمة cat هي ثلاث أصوات، C والA والT، أما لو قلت car فهي صوتين ال K والA والA، فقط صوتين car الR ما يلف. لذلك إذا عندك حروف عدد الأصوات مختلفة فما راح نقدر نقول علي هذا minimal pair. نقطة ثانية، they must be identical in every sounds except for one، يعني لازم كلهم يكونوا نفس الأصوات بس الاختلاف في صوت واحد، هاي النقطة الثانية. ثالثة، the sounds is different must be in the same positions in each word، يعني لازم الاختلاف يكون بنفس كده. سايمون قلت سايت وسايد، يعني ما يصير أني الحروف موزعة بشكل مختلف، يعني مثلا ما أقول سايد ودايس هن نفس الحروف بس مخربطات، ما يصير، لازم نفس الترتيب ونفس النظام. واللي إذا أول صوت يعني الاختلاف لازم يكون مثلا بأول الصوت بكلمتين، الأول صوت مثلا أو ثاني صوت بنفس الكلمتين أو ثالث صوت بنفس الكلمتين هيك. ورابعا لازم كل صوت
كل صوتين يعني كل كلمتين لهم معاني مختلفة. هذان خصائص كلش مهمة، ممكن يجي سؤال بالامتحان. لذلك أنا عندي كلمة تو أو تو وتو، ذني مو مينيمال بار. ليش؟ لأن بيهن اختلاف بالنطق، بيهن اختلاف في النطق. كثير أمثلة على ذلك، حاول نقرأهم ونطلع عليهم. Corticalications effects. اخوان احنا هسه بهذا الموضوع راح ننتقل الى اشياء اكبر، يعني راح ناخذ الادغام والاليشن. هسه راح ناخذ طبعا هذا تعريف الكاركتيكيشنز كلش مهم لازم نحفظه، وهسه راح نعرفكم شنو هو. اول شيء راح نجي على الاسيميليشن. طبعا هسه هذا الاسيميليشن هو يقصد بكليته الكاركتيكيشنز، يقصد بيه يعني واحدة من عنده. طيب شنو يعني assimilation؟ It's common phonological process by which the features of sounds become more like than a خلينا نقول شلون the مثلا على سبيل المثال، يعني بمعنى انه اكو صوت راح ياخذ صوت اخر بداله، اعتقد مثل الاقلاب باللغة العربية، مثل الاقلاب. فكلمة adjacent مهمة، كلمة adjacent يعني بمعنى الصوت السابق. انا عندي فا و ف، فا و ف مثال على ذلك. يقول I have to go. الان بعض الاصوات راح يتغير نطقها، اللي هي كانت voiceless راح تصبح voice، يعني المهموس يصبح غير مهموس بسبب الإقلاب assimilation. طيب أنا عندي كلمة بين وبان، مرات يتغير النطق بسبب assimilation. طيب شنو السبب هذا؟ هذا سبب يا اخوان، سبب هذا الموضوع هو اللهجات. You and me. You and me. And me. And me. مو قولون and me. دي انحذفت. ليش انحذفت؟ بسبب الاسميليشن وهذا الاقلاب. الصوت ينقلب. شايفين مرات نقول goodbye. ما نقول goodbye. 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 يقولون goodbye. فهذا السبب هو هذا اللي احنا نسميه احنا assimilation، الاقلاب. مثلا عندنا كلماتنا امثل نحاول نحفظ عليهم في المثالين ثلاثة. عندي كلمة this shirt، هاي الكلمة مرات يتغير النطق مالتها حسب اللكنة، طبعا مرات ما يتغير بس غالبا في اللهجات البريطانية والأمريكية وحسب الأشخاص يتغير. طيب احنا ليش ندرسه؟ احنا ندرسه على مود بنسمع نفهم. يقول this shirt يصير this shirt this shirt، الاسم اللفظ، وكأنه السين قلب شيء، وكأنه this الاس هذا صار شيء، وصار عندي إيش وإيش إيشين اثنين، this shirt this shirt this shirt this shirt. مثلا عندي horse shoe، صارت horse shoe horse shoe. مثلا أنا على سبيل المثال عندي كلمة five pins pins five pins pants sorry five pants، تصير five يعني الف صارت الف صارت ف.
شلون تغير؟ هو هذا اللي نسميه احنا الاقلال. وهذا القواعد يعني اعتقد يعني ممكن الاستاذ يكون يطلبهم كلهم، يعني مثلا يقول لك الدي تصير هيجي، مثلا التي تصير بي كما في هاي الكلمه، مثلا الدي يصير هاي الكلمات كلهم نحفظهم، يعني كل هاي القواعد لازم تحفظ. من ربهم، شوف موجود بالعربي، من لدن، النحن، ما نقول إن نحن، نقول النحن. قد دخلوا، ما نقول قد دخلوا، هذا هو الإقلال. نجي على الإليجين، طبعا الإليجين هو عبارة عن حذف بعض الأصوات لصعوبة نطقها، هذا هو تعريف the process of leaving out. يعني leaving out يعني حذف، لذلك بعض الكلمات عندنا تنحذف لصعوبة نطقها. فهنا طبعا يعني مثلا عندنا التي، مثلا هنا نقول aspect 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 aspects، مثلا aspects، ما نقول aspect aspect. he must be he must be he must be تي ماكو، احنا ما نقول he must be he must be ما he must be، حذفنا تي طبعا للصعوبة نطق، للصعوبة. وهو اكو كلمات عندنا mostly مرات تصير mostly mostly هيك.